هذا راح يعض الموعظة الكلام الهادئ بالحد الأدنى اللي يخليها ترجع، أوعظها لا تزيد. ما فاد الكلام عطها ظهرك في الفراش، ما فاد روح مثلا سرير ثاني. إذا قالت فكه وفتكينا هني يجي دور الضرب. الضرب يا جماعة مثل ما قلت لكم ظاهره العذاب باطنه الرحمة، لكن خلنا نعرف شروط الفقهية. بقرأ لكم كلام السيد السيستاني. الشرط الأول أن أحتمل إذا أضربها ترجع وتترك النشوز. إذا أدري ما بترجع ما يجوز أضربها، ما يجوز. ده واحد. اثنين، أن أضربها للإصلاح للتأديب لا للتشفي. أقول أنا ما صدقت جوص جت نوبة الضرب الحين أراوك فيها، لا هذا تشفي ما يجوز، حتى أولادنا ما يجوز أضرب التشفي، تأديب. هاي اثنين. ثلاثة، أن يكون الضرب ما يوجب احمرار ولا اخضرار ولا سوداد. يقول زهي بيضة من تضربها بصير احمر، قال اضربها ضرب خفيف ما يوجب احمرار، هذه ما يخوف. احنا نقول لك اضرب، احنا نقول لك وجه رسالة، هذا الضرب رسالة انك ايتها المرأة قلت زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة نبيه، واعتبرتين روح انسان كامل تتعاقدين، تالي ما تلتزمين بالعقد. فكالطفل فقط رسالة وليس عنفا بالمعنى اللي كنا نتصوره. بعد لا يجوز ان يفرك اذنها يجرها من شعرها، كل هذا ما يجوز. والسيد السيستاني يقول لا يجوز للرجل أن يهدد زوجته بما لا يجوز وله أن يهددها بما يجوز. يعني جرها من شعرها ما يجوز، ما يجوز لك أيضا تهددها تقولها إذا ما أصري عاقلة بجرش من شعرش، تقول لها لا ما يجوز، لأن هذا الفعل ما يجوز فالتهديد به ما يجوز. لكن لو قلت لها يا بنت عمي ترى الله حل الأربع، إذا ما تمشي سيدة ها يستبدل الله قوما غيركم، اي هذا تهديد بما يجوز. هذا السيستاني يقول يجوز. يقولون واحد قاعد يضرب زوجته في الطريق، طاف على شايب قال لي يا ولدي النساء لا يؤدبن بالضرب، يؤدبن بالزواج عليها. ف وش اللي صار؟ اللي يقول ما سمعت وش تقول، قالت لي زوجته اضرب اضرب ما عليك منه اضرب. فالان النساء يقولون احنا ما نقلد السيستاني أن يهدد في الزواج الثاني، خلي يضرب ولا يتزوج ثاني. لكن احنا نرسم الفقه ما علينا من رغبات الناس. على كل حال اذا ما في ضرب. الرواية تقول من لطم زوجته على وجهها امر الله مالك خازن النيران ان يلطمه 70 لطمة على وجهه في نار جهنم. اذا تعدى وضرب هذا ضرب مو شرعي،